مساء الخير والسعادة على حضراتكم من العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية، وأسبوع خامس يخطف كل الأنظار لمدينة العالمين درة البحر المتوسط. الحقيقة المهرجان بيستمر في نشر حالة البهجة والفرح لكل زوار المدينة، حالة كبيرة من السعادة بيعيشها كل زوار مدينة العالمين الجديدة، ورؤية مستقبلية سياحية مبهرة لمدينة العالمين الجديدة من هنا من أرض السحر والجمال. مساء الخير على حضراتكم، مكملين معاكم في نقل فعاليات المهرجان في نسخته الثانية لحظة بلحظة، وحفل مرتقب للهضبة عمرو دياب خلال ساعات، وليلة قوية جدا من ليالي مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية. أسبوع خامس مميز جدا في نسخة استثنائية من مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية، المهرجان اللي بالفعل اتولد مهرجان كبير، وشفنا النسخة الثانية وهي بتتطور بشكل كبير، ويمكن دي النقطة اللي أشاد بيها جميع الحضور وجميع النقاد اللي بيتفرجوا على مهرجان العالم عالمين والموجودين في المدينة بالفعل، ويمكن ده انعكس بشكل كبير على الصورة اللي موجودة في المدينة، على عدد الجنسيات اللي موجودة في المدينة. يمكن السنة دي شفنا جنسيات كتير مختلفة، ما كناش محتاجين ان احنا يعني يعدي كتير من مهرجان العالم عالمين ومن الصيف علشان نقدر نشوف انه في فرق ملحوظ في المدينة. يمكن تحدث وزير السياحة والآثار امس في جولته مع رئيس التنفيذي للشركة المتحدة استاذ عمرو الفقي وحوالي 14 من السفراء اللي من الدول الأجنبية، ويعني يمكن اكتر من 20 وسيلة إعلامية أجنبية. تحدث وزير السياحة والآثار في حديث هام جدا الحقيقة عن عدد الجنسيات اللي موجود في مدينة العالمين الجديد، وده بيعكس الرؤية المستقبلية السياحية واللي ابتدت بالفعل للمدينة، وازاي السمعة الدولية للمدينة بقت دايما في تقدم مستمر، وده طبعا انعكس على حجم السياحة اللي موجود في المدينة، انعكس على الأوتيلات اللي موجودة كلها كاملة العدد طول السيزن، وابتدينا خلاص نشوف انه اعلنوا بالفعل عدد كبير من القرى السياحية انهم يمدوا السيزن لشهر 9 وشهر 10، وده كله راجع للتطور الكبير اللي حصل في المدينة والاستثمارات الضخمة اللي دخلت المدينة، وبالتأكيد انعكاسها القوي على الاقتصاد المصري. ويمكن دي كان من أهم أهداف مهرجان العالم عالمين من البداية، مسألة الترويج السياحي لهذه الوجهة السياحية الهامة جدا على شاطئ البحر المتوسط، اللي مش بس بتضاهي مثيلتها على ساحل البحر المتوسط إلا أنها يمكن عندها مزايا كتير تخليها تعدي هذه الوجهات. وزي ما تحدث وزير السياحة والآثار وقد إيه كان في رسائل هامة وإيجابية إنها توصل لكل العالم، توصل لكل المستثمرين، وحديث سيد رئيس الوزراء عن مسألة التسهيلات أمام المستثمرين، كل ده الحقيقة والتواجد الحكومي الكبير اللي كان حاصل، وزير المالية، وزير التنمية المحلية، وجولاتهم التفقدية في المدينة. والحقيقة أنه كانت الجولات بتنشر حالة من البهجة بشكل كبير، وبتبعث الكثير من الرسائل الإيجابية في كل مكان عن مدينة العالمين الجديدة، وده مهم جدا. الحقيقة أنه فعاليات كتير جدا حرصت الشركة المتحدة أنها تكون موجودة في مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية، وحالة من التنوع الفني الثقافي، حالة من مش بس ترفيه لكن يعني يمكن كمان ثقافة بشكل كبير. لما نتكلم عن الإضافة اللي تمت فيها المهرجان، مهرجان نبتة السنة دي
دي إضافة مهمة جداً، إزاي الأطفال تكون موجودة في وجهة سياحية زي دي مستمتعين بشكل كبير بكل الألعاب والحاجات اللي بيحبوها، لكن كمان في فرصة كبيرة قدامهم إنهم يتعلموا ويفكروا ويبدعوا ويتم اكتشاف مواهبهم مع قامات كبيرة من الفن المصري، فنان أحمد أمين، وقد إيه ليه باع طويل في مسألة الأطفال، فنانة سوسن بدر، وكل الناس اللي هتشارك في مهرجان نبتة. الحقيقة المنطقة الشاطئية كمان يعني مليانة فعاليات ترفيهية ترد الروح لأي حد هيزور المدينة، والإتاحة للجميع هو شعار مهرجان العالم عالمين في نسخته التانية. حالة كبيرة كمان من التنوع شفناها في الحفلات من البداية، ويمكن كانت البداية بالكينج محمد منير، وشفنا بعد كده حفل الفنان قاضم الساهر، وحفل فراشة بيروت ماجدة الرومي، وحفل النجم تامر حسني والنجم رامي جمال، وهذه الباقة من ألمع نجوم الوطن العربي والفنانين المصريين اللي كانوا متواجدين على مسرح اليو أرينا، المسرح الضخم بإمكانياته المبهرة أمام الجميع. ويمكن كمان اللي كل الناس بتتكلم عنه في النسخة دي هو المسرح، وقد إيه مهرجان العالم عالمين في نسخته التانية أعاد إحياء المسرح ورجوع المسرح في الصيف. كمان كنا دايما عندنا مسرحيات، إخواتنا العرب من كل الجنسيات كانوا بيجوا يحضروا مسرح الزعيم ومسرح الفنان الكبير سمير غانم الله يرحمه، وقد إيه مصر كانت مميزة في ده. استعادة هذه الروح وإحنا في الصيف في مهرجان العالم عالمين نقطة مهمة جدا حصلت، والحقيقة عاملة حالة كبيرة من البهجة. ويمكن الأسبوع ده على وجه التحديد مليان نجوم، إحنا بنتكلم عن مسرحية استنباد للنجم كريم عبد العزيز في عودة قوية ليه على خشبة المسرح، وفي تفاعل كبير من الحضور، والحقيقة إنه يعني يمكن كل الحضور كانوا متفاعلين جدا مع المسرحية. ابتدى العرض يوم الخميس امبارح ومكمل معانا لحد يوم السبت في 3 ليالي عرض مميزة واستثنائية مع الفنانة نيلي كريم. والمميز كمان في مسرحية السندباد انها مسرحية تصلح لكل العيلة، وحكاية لعمر ابو الهول اللي بيلاقي قلادة سحرية بترجعه لزمن السندباد ويعيش مغامرات وبطولات على ساحل البحر المتوسط. فالحقيقة اعادة احياء المسرح دي نقطة مهمة جدا في النسخة الثانية من مهرجان العالم عالمين. لو هنرجع لفعاليات النهاردة واللي خلاص بتفصلنا ساعات عنها، وهي حفل الهضبة عمرو دياب، يعني الصيف في مصر يعني عمرو دياب، وحفلة عمرو دياب هي الحفلة الأضخم والأكبر في الصيف، ويمكن كل الناس عندها ذكريات مع عمرو دياب دايما طول الصيف، ودايما حفلة عمرو دياب بيكون حفل مميز واستثنائي. ومن أول ما تم الإعلان عن الحفل والتذاكر تم بيعها بالكامل بكل فئاتها، فطبعا متوقع حضور جماهيري ضخم وكبير النهاردة في حفل الهضبة عمرو دياب. ويعني يمكن الجمهور متشوق لكل الأغاني، الناس تبقى داخلة حفلة عمرو دياب عايز تسمع الجديد والقديم واللي لسه ما تغناش، ودايما بيكون في مفاجآت على المسرح. لكن الحقيقة كمان التواجد بهذا التنظيم الضخم والمبهر داخل النسخة التانية من المهرجان، يعني تواجد حيضيف كتير للحفل. التجهيزات اللي حاصلة وكل الناس اللي موجودة في العالمين بتشوف ده وبتشوف حجم التنظيم في المهرجان في النسخة دي، ويمكن ده فارق بشكل كبير وعليه فبيجدد ويعزز الرؤية المستقبلية لهذه المدينة الساحرة مدينة العالمين، واللي كل زوارها الحقيقة دايما بيتكلموا عنها بشكل إيجابي، وكل اللي بيجي ويزور المدينة بيبقى سفير لبلده في كل مكان. قد إيه الكلام اتغير، التطور الكبير اللي الناس شايفاه حواليها في الشوارع في المشاريع السياحية اللي موجودة بشكل كبير، التنوع اللي حصل في مسألة الترفيه، إنه الموضوع ما يقتصرش بس على حفلات غنائية، لا في فعاليات رياضية، في فعاليات دايما طول ما انت ماشي هتشوف فعاليات في السماء على الأرض طول الوقت انت هتشوف فعاليات، وده الحقيقة بيخلي دايما حالة الفرحة والبهجة اللي بتعم المكان منتشرة ما بين الجميع. واللي مش موجود اعتقد كل اهله واصحابه لما بيجوا سواء مصريين او كمان من كل الجنسيات بيحكوا عن المدينة بشكل كبير، فتغيير الصورة دي وارساء صورة مبهرة عن مدينة العالمين الحقيقة كان واحد من اهم اهداف المهرجان، وابتدينا نشوف تحقيقه على ارض الواقع. خلينا ناخد على التليفون دلوقتي الناقد الفني مصطفى الكيلاني. اهلا بيك، وازاي شايف التطور في هذه النسخه من مهرجان العالمين الجديده، وقد ايه ده فرق في السمعه الدوليه للمدينه وفي يعني الترويج السياحي ليها؟
استاذ مصطفى حضرتك سامعني؟ إلى أن نعود لأستاذ مصطفى، بكمل مع حضراتكم فعاليات اليوم من مهرجان العالم عالمين، وكنا بنتحدث عن التنظيم الضخم لحفل الهضبة عمرو دياب، وللكبير والصغير الحقيقة بيبقى مستني هذه الحفل كل صيف. الناس دايما بتكون متجمعة في حفل ضخم للفنان الكبير عمرو دياب، طبعا تاريخ كبير جدا من الفن والعطاء والانبساط لكل الشعب المصري بحفلات عمرو دياب، بيتغنى بأغانيه ويحلموا معاه ويشوفوا ذكرياتهم الكبيرة جدا في هذه الحفل، ودايما بتكون حالة من السعادة. الحقيقة كمان كان في عرض ابتدى امبارح لمسرحية فيلم رومانسي في مسرح نورث سكوير، في استمرار لفعاليات كمان سباق الغطس واللي ابتدى من امبارح ومكمل ليوم 14/8، وكمان سباقات السيارات، وشفنا كمان فعاليات للألعاب الفيديو جيمز وألعاب ترفيهية وعليها إقبال كبير من الجماهير. ويمكن كمان لما نروح للمنطقة الشاطئية بكم الفعاليات اللي بتقدمها وزارة الثقافة في هذه المنطقة، وقد إيه في فنون شعبية مبهرة الحقيقة، تبقى واقف بتتفرج على فرقة من أسوان، تلف تلاقي مجموعة من الأطفال بتقدم عروض تانية، وقد إيه الحقيقة هم مبهجين جدا لكل زوار المدينة. والجدير بذكر أنه كل هذه الفعاليات هي بالمجان، مفتوحة أمام الجميع في المنطقة الشاطئية الترفيهية. وطبعا الفعاليات الرياضية يمكن بتبقى واخدة طبعا اهتمام كبير من محبي الرياضة، شفنا السلة وشفنا البادل، شفنا عدد كبير الكرة الشاطئية، شفنا قد إيه الناس متفاعلة بشكل كبير. عندنا كمان دايما في منافسات لاعب قصاد لاعب، ويمكن دي بيكون فيها نجوم كتير، والحقيقة انه المهرجان ادى فرصة لكل الرياضات انها تظهر بشكل كبير، تنجح وتظهر هذه المدينة بصورة يعني في منتهى الجمال، لما الناس تعرف هذه المدينة بكل فعالياتها. ويمكن احنا شفنا انه مهرجانات فنية صنعت وجهات سياحية على ساحل البحر المتوسط كان بداية صناعتها من هذه المهرجانات الفنية، فاعتقد انه مهرجان العالمين في تطور ملحوظ، واحنا لسه بنتكلم عن نسخة تانية الحقيقة، لكن نسخة فارقة والتطور يتحدث عنه الجميع. نعود لأستاذ مصطفى الكيلاني، اهلا بحضرتك، وكنا بنتكلم عن التطور في النسخة التانية من مهرجان العالمين، وقد ايه ده صنع الفارق في سمعة المدينة الدولية وفي الرؤية المستقبلية لهذه المدينة، وقد ايه مصر بقواها الناعمة العظيمة الحقيقة قدرت انها تقدم هذه المدينة للعالم. طب هو يا هدير، هو فعليا زي ما انت بتقولي انه في فارق حصل جوه المنطقة كلها مش المدينة بس، انه انا حيت منطقة ميتة تماما كانت مش موجودة على خريطة السياحية، قدرنا ان احنا نحولها الى مكان جاذب. هل ده المستهدف الوحيد؟ لا. هل ده هو المطلوب بس؟ لا، مطلوب انه تتحول المنطقة كلها الى منطقة ترفيهية جاذبة للسياحة من كل العالم، فلذلك لازم يحصل تطوير لكل المنظومة اللي حوالين كمان العالمين والساحل الشمالي، وده على ما اظن ده اللي حاصل، وده طبيعي هيحصل طالما في حركة في سوق في حفلات في جمهور في سياح في زوار في سياحة داخلية في سياحة خارجية في سياحة جانب، ده معناه انه المنطقة كلها اتغير شكلها ونظرة الساحل الاجنبي ليها. بقت دلوقتي بقت انا مثلا بتفرج على فيديوهات خليجيين كتير جدا جدا، مش كلهم انفلونسرز ومش كلهم مشاهير، ناس عادية جدا عاملة فيديوهات من العالمين وفرحانة جدا ومبسوطين جدا بيها، وعمالين هم بقى عمالين يعددوا التفاصيل بتاعتها. فوجئت بان في كمان شباب خليجيين بيشتغلوا على تسويق العالمين، من كتر ما هم شايفين ان هي مقصد سياحي مهم وجاذب في خلال الفترة اللي جاية للاستثمار وللسياحة، فبدأوا هم يروجوا يشتغلوا كترويج للشقق بقى والحاجات بتاعت العالمين. ففعليا الموضوع اتطور بشكل كبير خلال سنتين، اهو احنا شايفين تطور كبير قوي. اتمنى انه بنفس الوتيرة دي يستمر مع تطوير كل سنة في الفعاليات.
يمكن كنت لسه بقول ان الصيف يعني حفله عمرو دياب، فالنهارده احنا في انتظار الحفل الاضخم في مهرجان العالمين، وساعات بتفصلنا عن هذا الحفل. ازاي شايف يعني الاقبال الكبير من الجماهير على حفله عمرو دياب واستمراريه عمرو دياب؟ طيب احنا بنتكلم على انه طبعا احنا عندنا اربع حفلات رئيسيه السنه دي، حفله كاظم الساهر، حفله ماجده الرومي، حفله تامر حسني، وطبعا حفله النجم نجم نجوم الوطن العربي هو عمرو دياب بلا منازع. يعني احنا بنتكلم في انه الحفله يعني على ما اظن ان الحجز اصلا خلصان من قبلها باسبوعين، عند الجمهور ضخم جدا موجود النهارده في العالمين وفي كل الساحل الشمالي جاي يحضر الحفله، فهتكون اكثر الحفلات طبعا ازدحاما. بس طبعا التنظيم الشركة المتحدة وللفريق بتاعها تنظيم هايل، يعني شو كل الكلام على انه التنظيم داخل الحفلات هايل بصراحة، ويقدر يتحمل اي عدد جمهور مهما كان. فالحفلة يعني على ما اظن تكون حفلة مهمة قوي، وكان نتمنى طبعا ان احنا انه الواحد يكون موجود النهاردة في العالمين، بس للأسف ظروف العمل. بس فعليا الحفلة مكانها وتفاصيلها والشكل حتى شكل الدعاية بتاعها كان شيك قوي الحقيقة. وانت بتتكلم عن مسألة التنظيم، انا رحت المسرح اليو ارينا، وقد ايه المسرح مبهر بشكل كبير. شايف ازاي يعني اقامة هذا المسرح بهذا التوقيت في النسخة الثانية من مهرجان العالمين، وحجم التنظيم الضخم للمسرح ده والتجهيزات الكبيرة لحفلات لنجوم عالميين يقدروا يكونوا موجودين على هذا المسرح، والإضافة اللي قدمها مسرح اليو أرينا في النسخة الثانية من مهرجان العالمين؟ طيب هو انت قلتي حاجة مهمة جدا. اولا احنا طبعا كلنا شايفين المسرح بتجهيزاته بتفاصيله بالكلام عليه من كل الناس اللي حضروا الحفلات، بالصوت بالإضاءة بجودة الصوت كمان. خلي بالك انه ده مكان مفتوح في طبعا مكان هوا شديد جدا هناك، فانه كمان الصوت يبقى جيد جدا رغم كله ده، لا ده ده ده, ده بتاخد مجهود وقدر كبير من الوعي لدى مهندسين الصوت اللي عملوا لتركيبة الصوت بتاعة المسرح. ده حاجة مهمة جدا انت قلتيها يا هدير، انه فنانين اجانب احنا ده اللي ناقصنا ولازم نشتغل عليه بشكل جيد جدا. احنا لازم نبقى عاملين انه المهرجان ده هو المهرجان الاضخم والاكبر في المنطقه. لازم يكون عندنا كل سنه عدد من الفنانين الاجانب. بالمناسبه الفنانين الاجانب هيجيبوا رعاه تقال جدا، اي حفله هتجيب فلوسها. احنا بس محتاجين بس نصرف في الاول في الاتفاق بس. لكن جالي فنان اجنبي ضخم كبير من السوبر ستارز في العالم، هيبقى معاه الرعاة بتوعه، وهيبقى سعر التذكرة هيجيب التكلفة كاملة. ده مهم ان احنا نبدأ نفكر فيه ونخطط له من دلوقتي، ونبدأ اتفاقات مع فنانين عالميين من دلوقتي عشان يحطوا ده في جدول اعمالهم للسنة الجاية. علشان اذا كنت عاوز بالفعل ان انا احول مهرجان العالمين والعالمين الجديدة الى منصة هب عالمية للترفيه، فلازم أبدأ من إن أنا أنا خلصت المنطقة العربية، جبت سوبر ستارز المنطقة العربية طبعا أهمهم النهاردة عمرو دياب، فأنا كده يعني قفلت الجيم هنا فلازم أبدأ فيه أفكر فيه ما وراء المنطقة العربية، إن أنا أجيب عندي الشباب مثلا في العالم كله متجانين بفرق كوريا الجنوبية، أجيب من كوريا الجنوبية، اجيب من امريكا، اجيب من انجلترا، اجيب في اسامي تقيله جدا، اجيب بتوع الدي جي المشاهير في العالم وهم نفسهم يعملوا حفلات. يعني مثلا لما عمل حفلتين في الهرم هو نفسه كان خارج مبسوط جدا 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 بشكل غير عادي هو وفرقته، وطبعا الحفلتين كانوا كوملي تماما. احنا ممكن ده يحصل بقى على البحر، نبدا نشتغل على ده. ان احنا طبعا اتفق مع سيادتك جدا، ويمكن السيد وزير السياحه والاثار تحدث عن ده، وانه يعني انه طموحات
اكبر مما تحقق طبعا، ولسه بنامل في المزيد. ومساله الحفلات العالميه نقطه مهمه جدا يا استاذ مصطفى. عايز اروح معاك كمان للمسرح، ويمكن المسرح الناس بتعشقه بشكل كبير، مساله مقابله النجوم كده يعني وش الوش، ده موضوع تاني خالص واستمتاع تاني خالص. وكان ضيوفنا العرب دايما متعودين انه في الصيف بيبقى عندنا مسرح من العيار التقيل، ومسرحيات الزعيم عادل امام والفنان الجميل الله يرحمه سمير غانم، وقد ايه في رصيد كبير للمصريين في مساله المسرح. الاختيار السنه دي انه يكون المسرح متواجد وبقوه في النسخه الثانيه من مهرجان العالمين، شايف ده ازاي؟ طبعا ان احنا دلوقتي شغاله مسرحيه كريم عبد العزيز ونيلي كريم، وفي اقبال عليها، وكانت في قبل كده المسرحيه بتاعت المجموعه اللي خرجت من مركز الابداع، كان المسرحيه اللي كان من اخراج الاستاذ خالد جلال، وفي مسرحيه الشهره وبعد كده في مسرحيه كريم محمود عبد العزيز البنك سرقوه. عندنا كم مسرحيات جيد جدا، بس انا كان نفسي انه احنا لو تفتكري هديم زمان كان جزء من السياحه العربيه في الصيف عندنا كانت المسرح. يعني الاستاذ عادل امام لوحده ربنا يا رب يديله الصحه يا رب، ودايما هو مذكور بالخير طول الوقت لانه طبعا جزء من تاريخنا وجزء من عظمه البلد دي. طبعا عادل امام كان عنده جمهور بيجيله مخصوص يقعد في مصر علشان يتفرج على مسرحيه الاستاذ عادل ويرجع تاني بلد، يتفسح له كام يوم ويرجع بلده، بس هو رحلته الاساسيه كانت لمسرح الاستاذ عادل امام. فاحنا عندنا كم من نجوم كل الوطن العربي بيحبه، كل الوطن العربي نفسه يتفرج عليهم. انا لو لازم يبقى عندي مسرح شغال في يعني ربنا يسهل، انا متوقع ده مع الامتدادات اللي حاصله في الساحل الشمالي في العالمين الجديده، انه يبقى عندي مسارح زي ما كان في مسارح بتاعه الكورنيش بتاعه اسكندريه زمان، اللي للاسف معظمها دلوقتي ما بقاش شغال. فنفسي انه بقى يبقى الساحل الشمالي يبقى والعالمين المنطقه كلها اللي حوالين العالمين الجديده تبقى فيها مسارح مسرحيات شغاله طول فتره الصيف، زي ما كان عبد المنعم جابر ومسرح السلام ومش عارف ايه والحاجات دي في اسكندريه زمان، مسرح بيرم التونسي ومسرح محمد عبد الوهاب، كل المسارح دي كانت شغاله في اسكندريه في فتره الصيف. يبقى عندنا مسارح بالشكل ده. واللي انا شايفه السنه دي من اضافه مسارح جديده في العالمين الجديده، ده يبقى بيخلينا بيقول انه لا، ده من خطه الفريق بتاع المهرجان انه لا، هنضيف كل سنه هنضيف مسارح. انا اتمنى ان انا كمان السنه الجايه اشوف عروض البيت الفني المسرح، في عروض لطيفه جدا ودمها خفيف مثلا في المسرح الكوميدي، في عروض لطيفه جدا ودمها خفيف في مسرح الشباب وغيره، ومسرح الحديث. فيلا بينا ان احنا يبقى عندنا كمان عروض، في عروض فيها كبار النجوم، وكمان يبقى في عروض فيها النجوم الشباب زي مسرحيه الشهره كده، فيها عرض النجوم الشباب، بس ما تبقاش لمده يومين ثلاثه او ثلاث حفلات بس، لا يبقى مثلا عندي تأثير فتره الصيف. يعني في مسرحيات كانت بتعمل 50 و60 حفله ويمكن اكتر كمان، فاحنا لازم نعمل كده في العالمين الجديده وما جوارها، لانه العالمين هتبقى هي المناره بتاعت المحيط بتاعها، مش هيبقى. انا نفسي كمان ان الفعاليات ما تبقاش فيها هي بس، في كل اللي حواليها الفعاليات تنتشر في كل المنطقه اللي حواليها من مطروح في اسكندريه، كله ده يبقى مكان صحيح لاستقبال السياحه العربيه والسياحه الاجنبيه. انا مصر ما ينفعش يبقى عندي اقل من 40 50 مليون سياح في السنه، ده الطبيعي بتاعنا وده اللي لازم نبص له. الحقيقه يمكن يعني رغم كل التحديات الا انه الاقبال السياحي والامتداد السياحي هنا السنه دي من قبل المسؤولين وتصريحات وزير السياحه والاثار في ارتفاع، فكل ما هيكون في يعني فعاليات اكتر، ويعني المهرجان الحقيقه في النسخه دي اضاف الكثير. لكن احنا دايما الحقيقه طموحنا لبلدنا اكبر من كل ما يقدم، فدايما عينينا
على اللي جاي بنحط للمسرح، بنبقى عايزين نشوف ايه اللي ممكن يضاف، لانه اي عمل واي مجهود الحقيقه زي ما احنا شفنا بيكون نتائجه ايجابيه بشكل كبير على المدينه وعلى العوائد السياحيه للمدينه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. الحقيقه انه اللي بيحصل من تطور في المدينه فعلا صنع الفارق في كل شيء، ويمكن الكل متابع الاستثمارات الضخمة اللي دخلت العالمين والشركات الكبيرة المتواجدة. شفنا الإعلانات بنجوم عالميين بيتحدثوا عن الساحل الشمالي المصري وقد إيه هو مميز على ساحل البحر المتوسط، والحقيقة أنه ده ليه مردود كبير. شفنا عدد من الفنادق الجديدة اللي لسه فاتحة، يمكن ما لحقتش حتى تعمل دعاية كافية، لكن الحقيقة الفنادق كلها كملت العدد. خلينا دلوقتي ناخد على تليفون استاذ حسام هزاع عضو اتحاد الغرف السياحيه، نتحدث معه عن الامتداد السياحي اللي حاصل في مدينه العالمين وتاثير ده على السياحه في الساحل الشمالي بوجه عام. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ هدير. الحقيقه طبعا من الواضح يعني من خلال حجوزات الفنادق واحنا شايفين الرؤيه دي في القطاع السياحي ان الفنادق 100% فولي بوكت، الايفنتس الرياضيه والتنوع اللي بيحصل بالاضافه للاحداث والحفلات والاغاني والمسرح. طبعا في انا اسمع ان في حفله عمرو دياب النهارده تقريبا او في حفلات كثيره مقامه هتبقى في يعني لو في حد مش موجود عنده امكانيه في الفنادق موجود في ريزورت تاني هتيجي الناس دي، وممكن ناس تيجي من دول قريبه مننا دول عربيه بالطيران الشارتر. بقى في عندنا مطار العالمين، في مطار مرسى مطروح، في مطار برج العرب في اسكندريه، ده كله برضو هتبقى في ناس مقيمه وهتيجي تحضر الايفنتس والحفلات دي، فده بيشجع السياحه. وطبعا نجم كبير بيعمل كونسرت او حفلات بنجوم كبيره في الوقت ده بتسمع مش في مصر بس، لا في مصر وفي الدول العربية وفي الشرق الأوسط وفي وحتى للمصريين اللي في الخارج قاعدين في دول أوروبا إلى آخره، فده بي بي بيزيد من التشجيع على الإقبال على مدينة العالمين والساحل الشمالي. وطبعا المطارات بتساعد في عمليات الجذب السياحي لأن ممكن الطيران الشارتر ينزل مباشرة، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك ذكرتي الاستثمارات بتزيد من الاستثمار السياحي العقاري. كل ما زادت عدد الغرف الفندقية، يعني احنا عايزين نوصل لعدد كبير من الغرف الفندقية، محتاجين مثلا 25,000 غرفة ل 30,000 غرفة فندقية في الساحل الشمالي مباشرة على شواطئ دي، هتبقى في الطيران بيجي مباشرة يقعد اسبوع ويرجع السائح ويجيب غيره وهكذا، فهيجي لنا السياح العرب والسياح الاجانب والسياح. بس حسام عايز اتوقف معاك عند مسألة مطار العالمين، وازاي افتتاح مطار العالمين، ويمكن كنا لسه شايفين زياره لوزير الطيران المدني هناك والوقوف على كل يعني اللي بيحصل في المطار وتطوير المطار وافتتاحه، وقد ايه ده فرق في يعني سهوله مجيء السياح لمدينه العالمين وجود طيران مباشر من دول عده. هو حضرتك طبعا احنا زي ما احنا شايفين النتيجه لو بنتكلم على الريزورت طبعا هيفرق، لان الفنادق فولي بوكت خلاص، فالطيران لو هيجي بناس تنزل في الريزورت الموجوده السياحيه. الفنادق فولي بوكت لو في طيران شارتر وحجوزات بالنسبه للناس اللي هم نازلين وبالذات السياح العرب وبعض السياح الاجانب في مطار العالمين مباشره هيجوا، اذا ما كانش فيه هيبقى في مرسى علم، اذا ما كانش فيه في مرسى علم امكانيه هيبقى فيه في مطار برج العرب ويجوا بترانسبورتيشن وانتقالات مباشره لمنطقه العالمين. فاكيد الطاقه الاستيعابيه كلما زادت الطاقه الاستيعابيه في مقاعد الطيران وزادت الطاقه الاستيعابيه في عدد الغرف الفندقيه هيزيد عدد السياح. يعني احنا لو بقى عندنا 30,000 غرفه فندقيه في منطقه الساحل الشمالي والعالمين دايركت بانواع مختلفه، يعني 2 ستارز 3 ستارز 4 ستارز 5 ستارز، احنا ممكن يوصل لنا ملايين كذا مليون سائح بيجوا في الصيف وممكن على امتداد العام الى منطقه الساحل الشمالي والعالمين، لان غير المهرجان طبعا ان هو مسمع كويس جدا، بس هتبقى في ناس متواجده بصفه مستمره بتمارس انواع معينه من الرياضات، الجو بتاعنا مناسب جدا، الشواطئ في البحر الابيض لون المياه نفسه مختلف، مسابقه السيرف بقى اي مسابقات رياضيه في مؤتمرات على مدار العام ده طبيعي هيقام في الفنادق، فهتبص تلاقي نسبه الاشغال طوال العام بالنسبه لمنطقه العالمين. وطبعا ده هيساعده المطارات اللي انا ذكرتها حضرتك اللي هو مطار العالمين ومرسى مطروح وبرج العرب.
صحيح يمكن عندنا في شهر 9 مؤتمر خاص بالطيران في بداية شهر 9، فمسألة استمرارية الوجود داخل مدينة العالمين دي نقطة مهمة جدا، انه ما يبقاش الموضوع شهرين الصيف، ويمكن دي النظرة المستقبلية السياحية للمدينة واللي تخدم الاقتصاد السياحي بشكل كبير. حضرتك شايف ازاي يتم الترويج لده عالميا علشان نقدر نستفيد من هذه الوجهة السياحية الهامة جدا على ساحل البحر المتوسط؟ زي ما تم الترويج والتسويق سابقا شرم الشيخ والمؤتمرات في منطقة شرم الشيخ، وبعدين الحمد لله مصر ومنطقة الساحل الشمالي والعالمين منطقة أمنة، ومطار العالمين كذلك أو مطار مرسى مطروح زي ما بقول لحضرتك، هو يتم تسويق مؤتمرات بشكل دوري في البورصات العالمية، وفي شركات متخصصة في المؤتمرات، سواء مؤتمرات بقى زي مؤتمر المناخ اللي كان معمول في شرم الشيخ، أو المؤتمرات مثلا اقتصادية أو مؤتمرات طبية للشركات الكوربريت اللي داخل مصر أو خارج مصر جايين بيقضوا وقت، ويبقى طبعا دايركت على البيتش والبحر، وفي نفس الوقت عندهم كافة السيرفيس وكافة الخدمات اللي موجودة، وعايز أقول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي العالية وكل حاجة بقت متوفرة، والمولز وكل حاجة، فممكن يبقى الاستمرار في عرض المعارض أو قصدي المؤتمرات بشكل مستديم، بالإضافة إلى أن الطيران الشارتر هينزل لأفواج معينة ويجيبها منطقة العالمين والفنادق اللي هناك. كمان احنا المسابقات، لو في مسابقات يعني دلوقتي معمول مثلا مسابقة سباق الهيجن، لو في مسابقات رياضية تانية أو بطولات دولية هتتعمل هناك، أو بطولات رياضية أو مسابقات يعني في ممكن تتعمل في المستقبل مثلا، لأن احنا عندنا الانفراستراكشر بقت ممتازة جدا، البنية التحتية الطرق كده، لو عرفنا نقدر نجيب مسابقات دولية تبقى في المنطقة هناك أو في مصر كلها، زي المسابقات اللي بتبقى السباقات اللي في كل دول العالم، نقدر ننفذ ده على أرض الواقع بالتسويق الممتاز، وفي نفس الإمكانيات اللي عندنا نقدر نعمل كده. وبعدين المستثمرين أو الصفقات العالمية اللي بتتم مع سواء رأس الحكمة أو ساوث ميد دي برضو بتسمع كتير للاستثمار داخل مصر، وبالذات في المناطق دي، وبتجذب استثمار سياحي كبير، فممكن تبقى في المؤتمرات والمعارض بشكل مستمر، او زي المهرجان اللي موجود ده لو يخطط السنه الجايه، اعتقد هي مجرد فكره، مهرجان برضو بس الدول الاجنبيه، الكونسرتس وحفلات لناس اجانب، هيجوا الفولورز بتوعها من اوروبا، واوروبا قريبه جدا بالطيران الشارتر، يحضروا حفلات بقى زي ما كان بيحصل حفلات لفرق كبيره اجنبيه في الهرم او كده، فده ممكن سياحة الأزياء، صحيح. ممكن تبقى برضو هناك سياحة الجواز اللي زي الهنود اللي جم شرم الشيخ وعملوا، أو المليارديرات وجم في منطقة الأهرامات، فكل ده ممكن يتسوق له، والفنادق موجودة والإمكانيات كلها موجودة والقاعات وكل شيء. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ساعات بتفصلنا عن الحفل الأضخم والأكبر في مهرجان العالمين، حفل الهضبة عمرو دياب، ويعني حفل استثنائي وضخم وحضور جماهيري وإقبال جماهيري كبير، ويعني الكل منتظر الهضبة عمرو دياب يستمتعوا معاه بليلة خاصة واستثنائية في مهرجان العالمين. دايما مكملين مع حضراتكم في التغطية لمهرجان العالمين وكل الفعاليات اللي بتحصل، شوف دايما حضراتكم على خير.